الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شرعه أشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأشهد أن الله يبعث من في القبور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله الله على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل فهدى الله به من الضلالة وعلم الله به من الجهالة وكثر الله به بعد القلة وعز الله به بعد الذلة فصلوات الله وسلامه عليه ما هطلت الغمائم بتهتان المطر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد العاشرة إخوتي في الدين والمعتقد آية أخرى من كتاب الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بهذه الآية الكريمة أن نتعاون نحن أمة الإسلام على فعل الخيرات كل الخيرات كل الخيرات صغيرها وكبيرها دقها وجليلها خاصها وعامها كل الخيرات أن نتعاون. الله يأمرنا على فعل الخيرات ويأمرنا كذلك أن نتعاون على ترك المنكرات فإن فعل الخيرات يحتاج إلى قوة ضاربة ومجموعة موحدة وأهدافا خاصة وقيادات معلومة وموازين محدودة هذا هو الاتجاه. فأمة مجتمعة قيادتها ومقودها عندما تجتمع تستطيع أن تفعل فعل الخير بدل أن يفعل كل واحد منا فردا فردا فتكون قدرتك على فعل الخير قليلة لأن قدرتك قليلة. ولكن إذا اجتمعتم وتعاونتم بنص القرآن وتعاونوا من القمة إلى القاع من العالم والجاهل من الغني والفقير من الغني والفقير من القوي والضعيف من الشيبة والشاب تعاونوا على البر والتقوى تعاون لا تستسهلوا ولا تستصغروا ولا تستحقروا ولا تستهينوا بالبر والتقوى مهما كان قليلا تعاونوا على البر والتقوى هذا الجانب الإيجابي هذا الجانب الإيجابي بوزيتيف جانب الإيجابي في فعل الخير. الجانب الآخر أيضا تعاون على ترك المحرم نتعاون أيضا على ترك الإثم نتعاون أيضا على ترك العدوان حتى هذا يحتاج إلى مجموعة تتعاون لا تقبل الإثم ولا تقبل العدوان لا نتعاون عليها لا نتعاون عليها باللسان لا نتعاون عليها باليد لا نتعاون عليها بالمال لا نتعاون عليها بالإعلام سوشيال ميديا لا نتعاون على الإثم والعدوان أبدا نتوقف
فمجموعة أمة كاملة في منطقة من المناطق تتعاون على فعل البر وإتيان التقوى، وأمة تتعاون وتتضاعف وتتكافل على ترك الآثار وترك المنكرات. ثم قال: لا تستطيعون أن تفعلوا هذه الأشياء ما لم تتقوا الله. واتقوا الله، واتقوا الله، تقوى الله هي التي تساعدك على التعاون على البر، تقوى الله هي التي تؤيدك وترفعك على ترك الإثم والعدوان. تعاونوا على البر والتقوى، لا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، اتقوا الله. ثم بين الآية: إن الله شديد العقاب. ما مناسبة نهاية الآية ببدايتها؟ ما المناسبة؟ إذا لم تتعاونوا على البر والتقوى وتعاونتم على الإثم والعدوان ولم تتقوا الله في ذلك، فاعلموا أن هناك جزاء، وهذا الجزاء من الله شديد العقوبة. هذا تفسير الآية. عندما نربط الآخرة بالأول ونفهمها بهذا المفهوم، المساكين، ونحن في مرحلة هذه الأيام، المساكين والضعفاء واليتامى والأرامي والفقراء والمعوزين والجوعى كثيرة في بلادنا هذه الأيام، كثيرة. لا بد أن نستشعرها، أن نستشعر هؤلاء المساكين والفقراء والأرامل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله يدعونا إلى الإنفاق في سبيل الله، نطعم الطعام ونكسي ونهتم بالأيتام والأرامل في بلدنا، وما أكثرهم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكافل والتعاون والتراحم بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يسر الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله: اتقوا الله في السر والعلانية، وتوبوا إلى ربكم توبة نصوحة. وبعد، سلسلة دي ودنا كتاب إلهي عيدني نقول استاجنا ما تهدي لهين سورة المائدة. إلهي يقول سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفعل أمر واو الجماعة وطا أمة النبي محمد إلهي ولا حضر صلى الله عليه وسلم أمر ينا سكوك على المجلس أو قرب سكو سيئة سكو هيلية سكو قرب سبع اسكو اغالا محيط على البر والتقوى سمفل يا ابسي الله يا وناك اسكو كال ميستا وحجرا افعال خيره ونقف كل كسر بحي كريم ورنت دار لهان فكره دار لهان جيب بعض الباهان قعن كل قبطا الباهان عيد كو هيلسات كو باهان دولت كو انسحساب الباهان عيد كو الهاليا الباهان بوليس باب حتر وباهان قاضي محكمة ذات باب وباهان قبيابا وباهم دونتا عد وحاجي تبيس أو ميريا دجلسة عياد محتر وباهم دونتا مد يوم نباسك ولا حرام مد واسك ولا حرام تا وحكي لي كل اللي وقفت زي ما كان بينه رأيي قال لها تبي نقول هذا الحلية مركع خير دون كأتيه وتعاونوا على البر والتقوى سكو هيليا سكو هيليا وقرب استاجا وناجا هي خيرك وحسكو فلبي وحسكو قطرة تاسوا جانب كذي إيجانب إيجابي جهد جانب كذا سلبي أنا حيري ولا تعاونوا على الإثم والعدوان دم بيجا يحد جذف حس وهي لنا تحس قرب استاجنا حس حس قرب استاجنا تحس يدم دم بيجا يحد جذف بستم حبوبة هي هاي وضر وضح بر يتقوا قرب حبوبة هي هاي وضر وضح أي أبا هاي مركا وحيري هل كهارة بر يتقوا أبطاء اسكو راع تحس وهي ليه حماها يدم بيجا يحمت يبلاينا هاي سووا هي لنا مركان سووا خدوا دعاء واتقوا الله إلهي كبر أو إن وناجا يتعاون كسووا هي لسان وح إذا كوك عنا يا إذا كوه رصيدة واحد بس أو كان عبسي بدنتهين عبسي إلهي هاي ذي كبرته تعاون كبر يتعاون كإذا بدنية تقوضه حتى إذا كوي يراته مشين كي كدقاء جني هتو كوي يراه حقا اسمه عدوانك آيدي روح كسوه هوري وحيري الله سبحانه إن الله شديد العقاب إن الله شديد العقاب سكاسمة كان حسمين إلهي كبر أقونا خبال وحاء إلهي عقابتي سوء إنا كل شح وطا آيات مركا عقابتك كل آيات نقو هوري وامح حدا تكتكتان برقي يا أبسدي أو سكوه لسان أو سكو كالميستان حميه يدبقي يحد قذبكي ناس سكوه لسان أو عبسي إلهي كتكتان
صدح ذا هذا الحديث الذي كهله أبا المرب بكويت إلهي وإذن أبا المرب أبا المرب إلهينا وحوي شديد العقاب ويانو ولذلك أرجو سب الله سبحانه وتعالى وحين كجرنا ظروف أذك حق نقاله يحق بالشدة أذك عالم كله بكجرته الدون كو إذن بكجرته الدون كو إذن أي كجرته وضنا كعي ما هقف بقى كعي شركة بقى كعلم ماها وضنا وين بتسو استعين بل البنجي وحنا يلان imagine bangi ma fi shil wax laala wixii aad dhigatay bangi waxba ma yaalaan wixina inna waa la boobay ha bangi oo dawlado ma hamid iyo laba iyo saddex ma haya kacay qaarna qarkay u saareeyeen innaguna halkeena ilaaha qadir ku baaq duruftena dhaqaale aad bay adag tahay maxaa kaga bixi karnaa duruftena dhaqaale markaas waxa kala ay noqoto waxaanu kaga bixi karnaa inay is waxdino way bulshadu isku dareen ay noqoto horta inaynu ogaano duruufteedu inay isbedeshay oo dadawaahi farabadan baad maqlaysaa dad maxay toleeyeen dhaqaale xumo awgeed dhibaato soo gaadhay dad keradii guryaha iska bixin kari waayay dad ubadkoodii iskuuladii ka bixin kari waayay dad farabadan oo aamusan oo dhar qurux badan xiran soo meedha shaartiisii soo meedha u kaawadeysan yahay laakiin boggiisa iyo duruuftiisa hoos ilaahay uu og yahay subxaanahu wa tacaala وحشونيا حشونيا كذا ورانا يا جعنتك يا وجهك كذا ورانا يا عيد المحيط ولا هواصل دكتور لكن إلى هاي قادر كأول أبي هاي قريبه كسر بحى يا أبتك السجية يا نواقة كذا هذا يقول إلى هاي قادر كأول أبي سبحانه وتعالى شلمات كي رأي إنه جاي من جريد دبدا حوالات كي وحين سودر جريد جرينا تذكر أي أهل يا هينا إنهم مقنع دبدا هينا هو مقنع يجا لفتو دبوا حصاكرين ولا اسمه قال وين أيام حيط ولا صاكر marka hada shirkadii xiwaaladda hada tagtaan oo aad weydiisan oo weydiisan wixii la soo dir jiray wax isbedel intee leeg baa dhacay wadyaabi doonta marka la idin warbay waxa soo la dhaqaalahay nibay qulays ina saarasa marka maxay kaga baxnaa marka sidoo kale taqwada ilaahay waa kaga baxayna koob taawunu ala birr wa taqwa baynu kaga baxayna marka mujtamaaciiba is og mujtamaaciiba is og waxa ay system inuu ino dhisan yahay ayaa system inuu ino dhisan yahay waa nidaam bulshadeed oo takaafuul islaami oo taawul usri sistamina laakiin sistamkii noo ma dhisna sistamkii noo ma dhisna laakiin xilliyadan oo kale xilli waxa loo baahan yahay inay nusuusta intay aad u akhrino inay is ogaano xaafadaha intii isku xaafad ihiba intii isku daris ahna masaajidadu inay og yihiin xaafadaha masaajid kasta ku ayaan ayaarkiisa ah inuu og yahay imaamka iyo khadiibku og yahay xaafadaha ayaarkiisa ah xaafadeeyay duruf adag ay haysataa haddu wax u qaban karo isagu magaalada u gal karo u galo hadii kan masaajidka u dhaw xaafad waliba ay isku dayaan odayaasha inta loo yimaado la yiraahdo hebel iyo hebel odayaashi baa garanaya dadkii la yiraahdo xaafadaas dadba shidanin duruf noocaas ah maxay tahay jirta marka sidan oo kale ay tahay waxaan u baahanahay maxay wa taawanu ala albirr wa taqwa inay nus ognahay oo inoo maxay tahay ismaamin ahadiis farabadan buu nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wa sallam uu kaga hadlay المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمن كبير وجدار كارثه نوكه جاجور بجاجور ككله ايو ادكينه واي اسوغيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم مسلم هو مسلم كله ولالكي سبحانه وتعالى ما الظلميه عذب وما ديبه ما هيفارو جاجو كما اوغادو ظلم حتى لو كما اوغادو ومن كان في حاجه اخيه قفقه كالشقيه ولالكي باهديس كدينته لو ليهي ككربته حيثته كما ترى افكه وحن ومن كان في حاجه اخيه او محتوى اديه لغا يابا واحد هذا وح في عن وح افكار كفي افكار كفولخن ولالك افكيس كفيعه ادو بعد شيغه كرين لكن وا كان مركو كو اوغادو وا هبل با ما تدرو فايسته اي نوديبا ورادنا انت يركن ادغونا او انو سايس كو غورمنو ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ما حد دون هدو الى هيك الى حاجه انا غدي ما كان كادما ما كان حيغا هنا كو قرنت والله انغو افرت ها قويس ولا يغو اوغيه ولا انغو قويس كاسي اما انغو جيب كيغا وها مو جام اما سوق ها مو غلو اما انغو ها مو جيغا دولكا انو دغو ها ولا انغو ابوبت كاسي واخ برشدود انا لا يغو اوغيه وا ابوبت خاير سوما انا جامعه كا بخينيا لا انو كو سبخيت ولا حتى سو ان انت ما ها انا انو ساعهيده بخينيا جامعهيده بخينيا انو تمخيت ولا هين حتى كتو او انو اسكو دارين اين النهي وين اسغنهي ومن كان في حاجته قفك ولالك حاجتي سهاله كان الله في حاجته
إلهي با حاجة هذه أذيعنا محيط الجيل ومن فرج عن مسلم كربة قف كف إذا حنون يحمد يدين يعليس مسلم صار قف كف إذا إلى ورم حد مروج ستك وهاي أنا كهوا يودا أنا كهواش وفرحه ماذا حوش ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرج الله عن كربة كرب يوم القيامة ما لا ربع هبنت هو يوم القيامة لقاوي هي أول كمل حدني أول در لحدني أول لقاوي هو مدين هي ما التأسيل هذه كربة كافية يقول وادي ما الهبلايو وادي قربني ما الهبلايو وادي هبل أسطري ما الهبلايو وادي كجوي حنوم كي دمك يهب من حيث الرسالة جنة وينو لوده أنا ولا ليا من فوق هكذا هذين إلهي رالي نبدي سؤالتين تعالى سبحانه وتعالى ما يدرو سلم تعالى سيرو سهلين كهلي كنا بحسن النية نية وينو هكذا سنات إيا ولبا وحوين بحنا بمعرانة تاغتاب انت اي تاهي بحبا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما الله أكبر ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر قف مسلم قفك أسطرة حب الله هو أسطرة أريد وأسطرة بقى يشرفت وأسطرة وما ستر مسلم مسلم قفك قهوية ايش تكوني هاي الشيقن أني هو ذوارك بعد الله إلهي كسكم ومن ستر مسلما قف مسلنا قفكم مرضى كتورا ستره الله يوم القيامة ستره الله يوم القيامة ستره الله يوم القيامة إلى هيبة يوم القيامة قف كان حتى لا أسترى حديثة يا سنة كائن أخرنا إن نروشين نروشين حتى الغباء إذا مش أجهد قف البقرة أكتيس الجوع جين قد أكتيس أي قرية بول كأكتيس أي رحمك رحمك نوم البهاء هذا رحمك أنا طرك أكو قرناته أنت وحيس هاي ستأسك رحمة أنت قيما أسك رحمة إسحرير سه ها لكن أنت إنه مساكين أنت ولا أهل هاي سنين أقرب الناس رحم كنا بنو أعمامنا وبنو خؤولنا ما ذرنا أبتياشين يدتك إنه قلنا حنا يدتك إنه قلنا حنا هاي وهوس وجانو تتكاس ظروفته دقاقة هاي من حيث لا وجانو نحيا كقمة كرتنا من حيث لا كقمة وحنا النبي صلى الله عليه وسلم الحجر سبوا كشة كينا كالجعيل كمسلمين تلحقوا إذا كنا هاي الظروف تن أذقي بوجرنو مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جرك ليأتيهم جرك أوي فرتاس كتم قطها بك كسيح كريم سكوه لي بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصوغ على المال النبي صلى الله عليه وسلم قيس مسلم النبي مساجي أصوغ على النبي صلى الله عليه وسلم أي ديف كم وقت يكاج يرجح جحنا أي كم وقت وكان أحد النبي ظروفه صلى الله عليه وسلم صحابة يسيب الله على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سوا أستر وجه إلهي في الدنيا والآخرة هيدا الأستر تذكر إذا سوا أستر صحابة يمد بمسا الباب كبح مد بتهكتي أنت هاي تحب وكيان قرب إن يرى صعب يرى سوق هذا محيط له لو البقري سلحي اللي وكسر مساجد كإحدي صلى الله عليه مكاسو مساجد كتير نقض عنتبر وبحسنتي مكاسو النبي وفرح صلى الله عليه وسلم كصحابة يذكر بعدي كفر حسين إلهي اللي كفر حسين وادي كفر حسين إلهي اللي كان أهل كفر حسين وادي بسجل النبي صلى الله عليه وسلم مكاين الهوس إسكو أجنون إسكو دم قنون أولى بالناس خاصة ظروف تلعين مرة إنه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار